كيف ما قلنا وعاود غنقولوها، راه تقتل واحد الدري في العمر ديالو 17 سنه، الدري اللي الله غادي يقول بسم الله في الحياه، هو اللي كيتمناو فيه بزاف ديال الحوايج، كيقول كيعاود بوه على انه سخروا الحانوت كل البارح، سخروا الحانوت، الدري ما عندو كيضربوا فيه بالحجر، دو كيضربوا فيه بالحجر هرب بالموطور ديالو، غادي هرب الدار ديالو ما كيسموها في الريف، ما بين البساتين والريف، غادي هرب هكا بالموطور، جات فيه حجره في الراس، بدون اسباب، ما عنده معاهم قال حتى شي مشكل. حسب القول ديال مو كتقول لك تما كيدوز الدري من تما كاينه كيبقاو يشيروا عليه بالحجر. اليوم هو الدري مات، راه ضحيه ديال هاد السياسه العوجاء ديال هاد البلاريك اللي كتسوا لنا جابوهم من تما. حنا راه ماشي ذات التنميه، حنا مع التنميه ديال المدينه ومع التنميه ديال البلاد، ولكن ملي تنوضوا وتبغيو ديروا واحد الترحيل ديال واحد العمليه ديال البلاريك راه خاصكم ما تهزوش من تحطوا هنا. يعني صافي درتي نسخه مطابقه للاصل، هزيتي بالركاق شتي مدوار على قدو شتي حطيتي في بلاصه وحده كيبقى ديما ديك التجمعات اللي بيناتهم. هلا ملي تبغوا ترحلوا شي دوار حاولوا ما امكن تشتوهم، راه كاين عين عوده، راه كاين سيدي حيا، راه كاين عين عتيك، كاين الصخيرات، شتو وهزوا عاوتاني من الصخيرات ولوحوا في عين عتيك ولوحوا في تماره. اليوم حنا كانت الشيء ما عاجبناش، هذا الوضع اللي ولينا كنعيشوه راه ما عاجبناش. هذيك كنا في وسط من البساتين راه حاله مع بيناتهم، مع بيناتهم روينا خمسه الناس ولا سته مدورين واحد بالسيوف والجناوه والكلب، ملي جينا نتسنتوا هما قالوا لك حكومي من ست شهور، ايوا راه غدا غدا ارتكب جريمه وغنمشي غنقول لك ست شهور اخرى، وهذا الشيء راه ما كيبشرش بالخير، وهذا الشيء راه باقي غادي يزيد كثر، حنا اللي كنقولوا هادو عاقصيرين، ها 17 ولتحت، وفي المدارس كاين عاوتاني لا انت ولد ميموزه انا ولد عرجه انا، هذا الشيء راه ما خاصوش يكون، جو رساله للجهات المسؤوله باش دير حل، رجال الدرك الملكي خدامين، قاومين بالدور ديالهم، ولكن خاص التكتيف. كيتعرضوا في المدرسه وكيما كتسمع هما الدراري في المدرسه كيتعرضوا، كيجيو امهات تما كاينه شادين ولادهم تي كتولي الهضره، ودابا كيما شتي على عينك النيت راه شتي من هذيك العماره النيت اللي تابعه للمساتين، المراه مقابله محاشاك وكدير لهم هاك معطيها لهم انا هاك شنا هي المراه من الموزه كتشير الناس ديال العرجه عايد ماشي عشومه، واش بنادم مقروح ميت ليه ولده وتزيدوا انتم تحضروا بحال هكاك راه عايب شتي والله الا عايب. اسيدي هاد الناس حقرونا بزاف وعندنا وليداتنا ولينا نخافوا عليهم بزاف، ولينا نخافوا عليهم يخرجوا، ولينا غاديين خايفين على روسنا، الطوبيس ما بقيناش كنحبسوا هنايا ولينا كنزيدوا لقدام وانتم غاديين تشرشوا وبزاف بزاف، خاص سيدنا يدير لنا الحل، ولينا نخافوا على وليداتنا بزاف. وعاش الملك، عاش الملك، عاش الملك. سيدي اش غنقول لك، حنا داخلين على ديورنا تقالوا الدري راه ضربوه بحجره والحكره هذه، وبقى فينا الدري اغتصبوا كاك عاد دري صغير 17 عام مشى ضحيه كاك وبزاف، وزيد وزيد ماشي هذاك الدري بزاف، حنايا ولينا كنضربوا ولادنا في المدرسه ما بقاوش باغيين يقراو لينا، ولاو تيهربوا لينا وتعطاو لينا المخدرات، تعطاو لينا بزاف، علاش على هذا الشيء اللي تيديروا لنا هذا صحاب الميموزه والحكره هذه. عاش الملك ودير لنا حل، دير لنا حل، ولينا حنايا دورنا سامحين فيهم، ولينا باغيين نبيعوا، ولينا باغيين نمشيو بحالنا من هذه البلاد، تحقرنا بزاف، تحقرنا تحقرنا بزاف، ولينا غاديين كنمشيو نتشرشوا قدامنا صغير وكبير، ولادنا ولاو يصرفقوهم ولاو يضربوهم ويصبحوا في حقنا، وبزاف بزاف 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 على هذا الشيء. وعاش والله اش غنقول لك، ماشي راه ماشي راه ما مطابقش معنا هذا الشيء، هذا حنا اصلا ما كناش كنعيشوا هذا الشيء هذا اصلا كاع كامل، هو دابا هز بالراكب اللي مسخه جابها حطها لينا هنايا، شو هاد العقليه ديال هاد الناس كيدايره كيفاش هادشي، ولا امن لا مدارس لا شي حاجه، شي حاجه ديال الامن عطينا، شي حاجه ديال الامن اللي بعدا علاش امن لينا هاد الشيء هذا، واش عاطينا الجندار محاكمين احنا دوله شناهي هادي؟ شنو تسحب لك عندنا احنا؟ راه باديه كتسمى هادي اللي جايب لها 25000 برطمه ديال البشر، انت ديالاش 25000 برطمه ديال البشر اللي جايب لها صاحبي ديالاش؟ منين فينا هو الامن؟ فينا هو فينا هو الشيء ديال التعليم؟ فينا هو الثقه في قلبنا في راسنا؟ ما حنا دينا حتى حاجه اخويا، علاش؟ بنادم اخويا ظلما وعدوانا غادي عند جده في البساتين ديز من تما ضربوا، علاش غيضربوا حشومه عليك؟ حنا كنكونوا غاديين للخدمه، لا راه ماشي فرق، ما كاين حتى فرق ما بيناتنا، كنا خوت، كنا امه وحده، راه ربي قال وجعلناكم قبائل وشعوبا لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم، راه الفرق بيناتنا التقوى، الايمان ديال الانسان شنو فيه؟ القلب ديال الانسان شنو فيه؟ اما بنادم راه حنا كاملين سواسيه، كاع ولا 9 اشهر، كاع 7 اشهر، كاع دوزنا البرارك، كاع دوزنا القباحه، دوزنا شنو؟ وبنادم يدخل فوق راسه ويديها في والديه ويراعي الوالديه ويبعد من الصداع، والله يجعل هذه هي النقطه الاخيره ديال السوء بيناتنا، وراه حنا كاع خوت، وهذا اللي دار هذا الشيء راه ياخذ الجزاء ديالو،
غياخذ الجزاء ديالو. وتنقول للدراري ولا اي واحد مهم من تعدى على خوه المسلم راه حشوم عليه، ما يتعداش. وما يبقاوش يضربوا الناس بالحجر، ما يبقاوش يضربوا الناس بالحجر. الناس تدوز في الليل مع 12 الليل مع الوحده مع الزوج وتضربهم بالحجر في هذا الشارع. هذا تيكون غادي بنادم على الخدمه يمشي ترزق الله وتضربوه بالحجر من السطوحه من الفوق تينزلوا على بنادم. انا بالنسبه ليا انا زقلتني حجره، دز الطوموبيل مع خويا وضرب دز حجره تتقرق باش قدامنا. كون جات دخلت لي في الطوموبيل ولا شي حاجه قتلو حتى هو. تتمنى اخويا الله يهدي مخلق، هادشي اللي تتمنى الله يهدي مخلق، الله يهدي مخلق والله يغفر لنا ويغفر للجميع ويرحم هاد الدري هذا ويوسع عليه ويجعله المثواه الجنه ومع الصالحين والشهداء يا ارحم الراحمين. هذا هو. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتأكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس وتبارطاجيو مع صحابكم.